السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مجددا معي في فيديو جديد. قبل أن نبدأ في الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والضغط على زر الإعجاب. مشتركي قناتي، كما وعدتكم اليوم حضرت لكم وصفة جديدة، وهذه الوصفة تعتبر بروتين وكيراتين طبيعي للشعر الجاف والمتقصف والمجعد. مكوناتها هي صفار بيضاء وياغورت طبيعي أو زبادي. تخلط المكونين مع بعض، هذا شكل الكريم بعد ما مزجت الصفا البيض مع الزبادي وخلطته مزجته مليح، تحصلوا على هذا الكريم. هذا الكريم طبقوه على جميع خصلات الشعر، وحاولوا طبقوا هذا الكريم من الجذور حتى أطراف الشعر، يعني لازم كل خصلة يوصل لها هذا الكريم. بعد ما تطبقوه خلوه على الشعر من نصف ساعة إلى ساعة على حسب نوعية الشعر، يعني إذا كان جاف خلوه برك نصف ساعة، وإذا كان جاف ومجعد ومتكسر خلوه حتى ساعة، كان حتى مشكل. بعد ما تخلوه في الشعر هذه المدة ودخلوا للدوش باش تغسلوه، كاين ملحوظة مهمة جدا، هي أنك ما تحاولوا أنكم ما تغسلوش الشعر بالماء الساخن، غسلوه بالماء البارد. انكم الا غسلتوه بالماء السخين راح هذاك البيض راح يلتصق بالشعر وراح يغبنكم من بعد في الغسيل. غسلوه بالماء البارد. وكاين ثاني على بالكم بلي ثاني الشعر ما لازمش يتغسل بالماء السخين، راح يضرو بزاف وهو يسبب ليه مشاكل في الشعر من بينها الجفاف والتساقط وغيره. هذه هي بعد ما تغسلوه بالماء البارد غسلوه بالشامبوان، وفضل انه يكون شامبوان طبيعي خالي من مواد كيميائيه ولا شامبو بيبي. بعد تغسلوه نشفوا شعركم مليح، وتقدروا تكرروا هذه العمليه من مرتين في الاسبوع حتى على حسب، يعني على حسب الشعر المتضرر. اذا كان برك شعر جاف تقدر تستعمليها مره برك في الاسبوع، ولا كان شعر مجعد ومتكسر تقدر تستعمليها مرتين الى ثلاث مرات في الاسبوع. هذه هي وصفتنا نهار اليوم، اتمنى تكون اعجبت نالت اعجابكم. اذا كان في اي استفسار خلوه لي في الكومنتير، باذن الله ان شاء الله نرد عليكم. اتمنى تخلوا لي تعليق جميل ولايك، ما تكثروا تحاولوا تكثروا باللي لايك بزاف. حبيباتي نلتقي ان شاء الله في فيديو اخر، والسلام.